آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم من المتحابين فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا الجمع الحاضرين، وبارك في أهل هذا المنزل وفي أهل هذا المكان، ولمن عمر فيه ولمن قام فيه بإحسان. اللهم واجز صاحب هذا المكان كل خير، وثبته بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم بارك له في ماله وفي أولاده وفي صحته وفي أوقاته وفي إيمانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه اتباع نبي، وارزقنا أيضا اتباع نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اغفر اللهم لنا وارحمنا وسامحنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأتمه وأكمله، واجز عنا من ربانا خيرا كثيرا. وارحم اللهم بفضلك كافة أموات المسلمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.